ليش جبتني على هالمكان؟ مشان الخطة البديلة. ما فهمت مراد. طيب غمضي عيونك، غمضي عيونك يلا. ماشي رح غمضهم بس لشوف لوين بدك توصل. مراد صار صالماز. دوري على اليمين لشوف. اوكي لحظة اسمعيني حياة، هون على يسارك رح يكون المشغل تبعك، وعلى يميني قسم التصاميم، ومحل ما لك واقفة مكتبك، وبالصدر الشوروم. تمام افتحي عيونك وتعي لعند مراد. يعني ليكي حياة، هاد حيكون مكان شغلنا الجديد، ورح نخلق ماركة خاصة فيه. انت عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد. بدنا نبلش من الصفر، انا ومرتي هون رح نأسس شركتنا الجديدة، بس طبعا بدها شغل كتير. يعني خلص انت رح تترك صارتي؟ ايه اكيد. ليكي ما رح اقرب على هالمسرح ابدا، رح يبقى مثل ما هو، ورح تتقدم التصاميم الجديدة عليه، ونحن من عينة ومن قيمة. حياة انت منيحة؟ ايه بس فتر راسي شوي، يمكن لاني تفاجأت. متأكدة؟ ايه طبعا متأكدة. تعي طلعي. حضرتك دوختني مراد صار صالماز. خلص رح نبلش من اول وجديد، وعلى فكرة بحياتي ما تحمست هلأ. اكيد رح ننجح لانه مع بعض ان شاء الله. حبيبي ان شاء الله. مين هذا هلا؟ الو اهلين كرم. مرحبا مراد، يا ريت لو بتجي على الشركه فورا، في عنا مشكله. ما رح اجي، ومشاكل صارتي ما بقى بتهمني. فيك تدق لانور. لك يا مراد، انور هو المشكله اساسا، لازم تجي. عم تفهم اللي رح يصير بصارتي؟ مانو منيح ابدا. شو هاد يا